نروح إلى موضوع آخر، نروح إلى سامرة. نعرف أنه يعني من يصير هناك وضع أمني متدهور في مكان ما، هناك إجراءات للأسف يعني تكون هناك إجراءات خاطئة أو تعسفية أو تستمر يعني لأيام حتى بعد انتهاء الحالة الأمنية المتدهورة. في سامرة هناك جسر مهم يعتبر من أهم الجسور هناك، اللي هو في منطقة الحويش، مغلق حاليا والناس يعني تتعذب في الوصول إلى مناطقها أو إلى منطقة أخرى، يعني يضطرون إلى الذهاب إلى شوارع أخرى تكون هي بعيدة عن مناطقهم أو مكان عملهم. نروح نشوف هناك شنو الناس حكت، خاصة اللي سائقي المركبات اللي محتاجين هذا الجسر في العبور عليه، حكوا عن آلامهم. يا ريت من هو اللي أغلق هذا الجسر أو من أنطى أمر في غلق الجسر يحاولون أن يبحثون عن حل آخر من أجل استتباب الوضع الأمني. انتو كسواق سيارات احنا دا نعرف انه اكو مشكله دا نسمعها يعني من الناس انه دا تعانون من عندها، مو فقط سواق السيارات وانما جميع الناس اللي رايحين من سامره الى تكريت واللي جايين بالعكس. نريد تشرح لنا المشكله شنو قصتها. والله يا اخي يعني صراحه هذا الجسر جسر السده مال الحويش جسر مهم يعني على المدينه السامره، يعني مهم حيل مهم يعني مو شوية. هو المنفذ يمكن الآمن والشبه الوحيد اللي هو الناس تطلع وتروح تجي بسهولة وبسلاسة أيضا. أي نعم، لأن هو هذا باعتبار مختصر أحسن من جسر الخط السريع اللي بيه فرق تقريبا 18 كيلو حوالي، يعني فرق عن هذا الجسر. هذا مختصر يختصر لنا الطريق التكريت للموصل يعني الكثير مناطق، فهذا متأذي يعني بيه إحنا السواق خاصة سواق التاكسيات، يعني وضعية حيل تعبانة يعني مو شوية. يعني المدينة متضررة ومدمرة، حتى الحركة حركة العمل الروحة جاية، كون إن يعني محافظة التكريت احنا لازم نراجع يعني للمحافظة كثير ناس، فهو مو بس سائق التاكسي متضرر، المواطن متضرر، أبا الخضرة متضرر، أبا يعني جميع السواق متضررين. احنا سواق تاكسي والفرع علينا بعيدة على الخط السريع فرق يجي 20 كيلو زين، ومكل ما نوصل السالو احنا طابين بمكيشيبة فوق بكيشيبة، نطلب من الحكومة العراقية تفتح لنا هذا الجسر وتسهل أمرنا. أكيد رايح تكريت؟ اي رايح تكريت. زين شنو المشكلة اللي راح تعاني من عدها انت بطريقك التكريت؟ اكيد اكو مشكلة لكل الناس منتبهت لها صار ايام، يعني هي هاي انت هم منتبه لها؟ سيطرت الحويش بالدخول وبالخروج. هي السيطرة مغلقة، جسر مغلق، ايش قد يأثر عليكم انتم كمواطنين بروحتكم وجيتكم يعني؟ كثير والله يأثر علينا، يأخرنا اللي عنده دوام اللي عنده شغل كلها، وهي كل شوارع ما شاء الله مسدده وكلها مين ما تروح. يعني انتم طلاب الكليات شلون بدكم تروحون وتجون؟ يعني شنو هي المعاناة مالتكم بسبب قطع طريق الحويش؟ والله حبيبي اخ العزيز احنا طلاب كليه لازم 7:30 احنا بالدوام، كان طريقنا على الحويش نوصل على السريع، يعني السواق تجي على السريع نطلع وياهم، فمن صارت على السريع السائق بعد ما يطلع بثلاث نفرات وبنفرين الا يقبط، لان الشغله ما تصرف له، واحنا طلاب يعني تدري انت لازم الدوام نوصل قبل ما تدخل للدوام بنص ساعه، والطريق فرق 20 كيلو عن طريق الحويش، يعني اذا نوصله بصعوبه ناشد الجهات المعنيه بهذا الشيء، شيوخ العشائر يشوفوا لنا حال.